واو واو واو، شوفوا شنو وصلني البنات، شهر ونص وانا تنسناه. فرحانة فرحانة، هذا الكوادرو اللي غادي يكون لهيه ان شاء الله. المهم باش نشرح لكم شويه الديزاين ديال داري، هاد اللامبره غتحيد، غادي ندير وحده زوينه ملكيه هنا، وغادي ناخذ الخيط نديوه لهيه ونديروا وحده له. ما علينا، انا جيت نهضر لكم على هاد الكوادرو، يمكن خصني نحلو معاكم البنات باش تشوفوا الكوادرو ملكي اللي صايبت ليا احسن وحده كدير الكوادرويات في فالنسيا ختي، فالنسيا. المهم غتكونوا كلكم متحمسين تشوفوا الكوادر اللي وصلني، انا غادي نحل ونوريه لكم. صباح الخير صباح النور، نوضه اختي تقاعدين وكنضرب شي وحده فيكم، نوضه نوضه تقاعدوا، نوضه تخدموا على ريوسكم، اللي باغا دير شي حاجه في الحياه نوض ديرها. واش هادي 2023 انت باغا تشكي علينا؟ انا فهمتش كتمشي كتخسري واحد البركه كنتي مخبيها كديري بها شي حاجه، شي مشروع، سواء كتجيبي الحوايج وتبقاي تبيعهم، سواء كتجيبي التكاشطو الخفاطن، سواء كتجيبي لي برودوي ديال الحنه وتبقاي تنقشي، سواء كتجيبي العطر، سواء كتجيبي السراويل، سواء كتجيبي اللي تكبير المؤخرة المقدمه، هادشي كله كتضيعي فلوس وكتخسري، ومن بعد كتجلسي تفرجي في الانستغرام ما كنبيع والو. سي نورمال ما غتبيعي والو حبيبتي، ما غتبيعي والو حيت اصلا انت ما قرياش على ماركتينغ. دي باش نبداو، ما قريتيش على ماركتينغ. ثاني حاجه راه ما غاديش تقدري تبيعي الا للناس اللي دايرين بك، اما الا بغيتي توسعي المشروع ديالك راه ما عمرك غتوسعيه الا بقيتي على هذه الطريقه. في هذا نوضيت كعادي، راه امل دايره لكم فونت ولا ايفنت بريفي في ايطاليا، ونوضو ناس ايطاليا ميمكنش، راه لا لا الزمن ولا تيطير. راه دابا البارح كنا في الصيف، دابا راه قرب رمضان، والبارح كنا في رمضان، دابا راه علينا يدخل رمضان، وانتي مازال جالسه غتسني غيجي الصيف في وسط وجهك، الناس تهز حوايجها وتمشي فاكونس. طبعا كنهضر على الناس الاغنياء، اما اللي بحالي بحالك اختي دراوشي الا ما خدمناش راه ما غاديش نمشيو فاكونس. الناس تهز حوايجها وتهز السكنه وتمشي فاكونس وتتمتع ويصوروا ستوريات في البحر، وانتي بقاي جالسه اليوم ربعه يدك تسبكي وتشكي خسرت فلوسي في برودويات وما بعتهمش. واختي شوفي ما تبقاش تشكي عليا، الله يجازيك بخير، ما تبقاش تشكي عليا. بالنسبه وبالخصوص للناس ديال الطاليان، عندكم احسن ايفنت بريفي دايرها لكم امل فيرنس ايطاليا، بروفينسيا فيرنس، غتمشي واختي غتواصلوا معاها، غنحط لكم النمره ديالها غادي تشرح لكم. الناس ديال ايطاليا اللي انتريسي يتواصل مع امل. ونوضي اختي نوضي ديري الفلوس الا باغا ديري شي فلوس، نوضي راه هي الفرصه ديالك. فاش كنهضر على صحاب المشاريع الصغيره كنقصد بها الناس ديال المشاريع الصغيره اللي ما كان يعني، شوفوا كنهضر حتى على الناس اللي عندهم الحوانت، مثلا الحوانت ديال البازارات، الحوايج ديال البيع والشراء، اي حاجه من هذا الشيء هذا كنهضروا عليها. وفاش كنقصد صحاب المشاريع الصغيره كنقصدكم كاملين، يعني حتى الناس مثلا اللي مثلا شدات ودارت شي زيت لتطويل الشعر، ولا دارت شي زيت لتطويل القذائف، بغيت نقول اللي دخل تدخيل الكرش ولا بحال هكا. المهم يعني الناس اللي دايرين مشاريع صغيره اللي كتقاتلوا على الزمان، مثلا كاينه اللي دايره مشروع ديال لي بارفانات كتبيع بارفانات باغ انترنيت بثمن مناسب، فهذه الفرصه ديالك باش تعرفي امام الناس، لان الايفنت ولا هذا المعرض اللي غادي دير امل كيدوم لمده 3 ايام، عندك 3 ايام ديال لي بوب، غيجيو ناس غيتعرفوا عليك غيشوفوك، على الاقل غتاخدي كليان جداد. الا مثلا انا في الشهر كنخرج واحد 10 ديال الباكيات كنبيعهم، راه نقدر انا فاش نولي معروفه نولي نخرج، يعني هذه فرصه لا تعوض. كيف ما كتعرفوا لي زانفلونسر لي بوتينتي، بحال بزاف ديال لي زانفلونسر يعني عندهم تفاعل بزاف، هادوك راه كيتخلصوا غالي. ما تقدريش مثلا تمشي تخلصي وحده مثلا 2000 اورو ولا 3000 اورو وانت يلاه باديه، انت اصلا ديك 3000 اورو خسرتيها في هذاك المنتوج ودرتيه، ولا خسرتيها في هذيك السلعه، ما عندكش كيفاش ديري باش تخلصي واحد انفلونسر عندها ما تقول في السوشيال ميديا مثلا ومعروفه والناس كتثق فيها، يعني ما عندكش الفلوس، كتمشي كتخلصي شي دوك لي زانفلونسر ديال جوج دريال كتعطيها 20 اورو ولا 30 اورو، وكتشوفي راسك انك كتخرجي في الشهر اكثر من اللي كتدخلي، يعني تخلي معايا انت الشهر كله كديري كولابوراسيون مع هادي وهادي وهادي وهادي، وكلهم هذوك الصحابات اللي شاريين الكونطات وكيشريو لي جيم وداك الشيء فيك، وكتقولي ناري انا خلصت شي 200 ولا 300 اورو على البوب، واين هي اين انت يا مبيعات؟ ما عنديش انا مبيعات. ولا لا وتما فين، ما تضيعيش هذه الفرصه من يدك، لان الله سبحانه وتعالى تيعطينا فرصه واحده خصنا نستغلوها. هذه الفرصه هذه زوينه، عندي مشروع صغير، عندي برودوي كنبيعو، عندي سلعه كنبيعها
واحلى فيها عندي تكاشط عندي قفاطن كنناقش الحنه. اه راه حنا في اوروبا شحال مره تنقلبوا على اللي تناقش لنا الحنه وكتكون شي وحده عندها ما تقولوا ما تلقاوهاش. فهذه الفرصه ديالك باش تحضري في الايفنت وتعرفينا على المشروع الصغير ديالك اللي ان شاء الله في 2023 غادي يولي كبير. ولكن اللي تبعتي هضرتي اختي، اللي ما تبعتيش هضرتي بقيت تفرجي فيا انا نسكت على داري ونفرشها ونجيب الفراش جديد ونمشي هنا ونسافر من هنا ونخرج من هنا وانت تتشوفي وتتندبي ها يا ريت نكون بحال فريق. والاختي راه باش تكوني بحالي راه تنخدم بحال الكلبه انا تنخدم بحال الكحله وبالليل والنهار نخدم، خدم هنا خدم هنا، الويكاند نمشي نتغرب على بنتي دير هادي فعل هادي. ونودي اختي تنتي نودي جابها لك ربي سخونه ما بين يديك. هاني مي غوتواس بالي ميس امر سموس يعني سكيري سالغو تشولو بارا تو كاسا الغو كلاس الغو اونيكو الغو هرموسو الغو جو كي سي تينس كي كونتاكتار كون استا باجينا كي اوس لو فوي ديخير اتيكيتادا بور اكي كي ليس انكارغي استي كوادرو كون استي ديسينيو بيرسوناليزادو ا مي غوستو. اي استوي فيليز اس كي نو مي لو بودو كرير اي Y lo acabo de recibir hoy y estoy muy feliz. Mirad el cuadro, qué gigante, muy gigante. Radindiro en esta pared, inshallah. Y es muy. Os lo voy a enseñar ahora. Os voy a enseñar el diseño. ¡Chan, chan! ¡Guay! ¡La Espera, tengo que girar el móvil para que veáis el diseño, qué hermoso es. Ok, mis adianis y mis amores, obvio que no lo voy a abrir ahora porque puede coger polvo y no quiero. Entonces voy a colocarlo en esta pared la semana que viene, inshallah. Voy a llamar al chico, el que me hace las cosas en casa, entonces me lo va a colocar ahí. No me digáis que esto no es una pasada. ¿Sí o no? ¿Os gusta? A mí me encanta. ¡Ay, Dios mío! Y aquí tiene madera. Mira, madera kla ala jal qulub shi wahedin y me gusta mucho, me encanta el diseño, mis amores. Os voy a dejar la página aquí etiquetada, que si queréis encargar cuadros chulos personalizados, algo de buena calidad, os recomiendo mucho esta página. Luna, ¿te gusta el cuadro? Sí. Mm. Mamá, Luna, papá. Oh, cariño, ¿qué? Chiquitino. Ay, te quiero, mi amor. Te amo. A mí también te amo. ¿Entonces te gusta el cuadro? Sí. Mm. Mamá, tú patatas y tú escuchas. Sí, Hayati. Mm.